السلام عليكم، يعطيكم العافية. الصوت واضح عندكم؟ يعطيكم العافية، الصوت واضح بس للعلم يعني. مسموع عندكم الصوت، صبايا وشباب. اوكي، في حدا سامع صوتي ولا لا؟ واضح واضح دكتورة. طيب اوكي، حنكمل اليوم تشابتر الليست بإذن الله، وراح نكمل الشغل معه. طبعا إذا في عندكم أي استفسار على المادة لغاية الآن، ما عندنا مشكلة إنه نعمل عملية مراجعة سريعة للآن. آخر شيء وصلت فيه عند هذا السلايد اللي هي delete from list، الحذف من قائمة. فالآن إحنا حكينا عن الميثود pop إنه أنا بدي أحذف من النهاية، حكينا عن الميثود remove إنه أنا في عندي عنصر موجود بدي أحذفه. الآن في عندي ميثود كمان إضافية بتخص عملية الحذف اللي اسمها delete، فاختصارها DEM. delete هاي تحذف رينج، يعني فترة من اندكس لاندكس محدد. فالصفر هون اذا بدي اطلع لهذا الاكزامبل، الصفر هو البداية وين انا بدي ابلش احذف اقل من 3. فراح يحذف لي العنصر الموجود في الموقع صفر، الموقع واحد، الموقع اثنين، راح يعمل ستوب. نحن بنحكي عن اخر موقع اقل من 3، فراح يحذف لي الاثنين، السالب واحد، الخمسة، وراح يحتفظ لي بالسالب سبعة والاثنين بعد هيك. إذا احنا حاولنا نطبع أو نستخدم هذا الكودينج داخل البرمجية، حنشوف التالي. طبعا هون عم بيعترض لي على الجملة هاي، بيكون في عندي كتابة لشيء غير مرئي بالنسبة لي. أول شيء عم بحكي لي اطبع لي هاي الليست قبل عملية الحذف، بعد هيك اطبع لي الليست بعد عملية الحذف. فراح يحذف مرة ثانية القيم من صفر، واحد، اثنين، أقل من 3، فراح يحذف معناها الخمسة سالب واحد، سوري، اثنين سالب واحد خمسة، راح يضل عندي الأرقام سالب سبعة واثنين داخل القائمة فقط 3. الآن ننتبه إنه ما بصير أعمل لك جملة friends مع جملة الديليت هاي، لأنه هاي عبارة عن ميثود ما بترجع لي قيم أبدا، بشوفه عم بيعطيني إكس بجنب. فبحكي لي invalid syntax، الإجابة إنه ما بصير تنكتب الديليت أبدا مع جملة البرنت، مش مثل الباب ولا مثل الريموف. بالباب كان يرجع لي القيمة اللي بدي أحذفها، بالريموف كان يعطيني نان، بالنسبة للديليت رح يعطيني مشكلة على البرنامج. ننتبه للرينج اللي إحنا بدنا نقوم الحذف منه، ممكن إنه أنا أبلشه مش من الصفر، من الواحد، فواحد ثلاثة بيحذف لي الموقع اللي هو واحد واثنين. الموقع صفر إذا بتلاحظوا ضلت الاثنين زي ما هي، حذف السالب واحد والخمس اللي هم المواقع واحد واثنين، بعدين جاب لي السالب سبعة سوري واثنين. ممكن أحذف عنصر واحد بالشكل هذا، فأنا بالطريقة هاي، أو سوري هيك بالطريقة هاي، إحنا ما راح نحذف شيء أبدا. فالعناصر أو نحذف عنصر واحد اللي هو الموجود في الموقع واحد. طيب لو أنا حطيت واحد واحد ما راح يحذف شيء، وراح يعطيني القائمة زي ما هي. لو حكيت لك أنا أحذف لي من سالب واحد لعند سالب اثنين بهي الطريقة، هون راح يحذف لي، ما راح يحذف شيء، فما بياخد رينج سالب أبدا، فبيتعامل مع الرينج الموجب. طيب لو إذا أجيت حكيت له من عند الصفر لعند الاثنين والستب مقدارها اثنين بهذا الشكل، فراح يحذف بهذه الحالة عنصر واحد اللي هي من عند الموقع صفر، بيزيد لي بمقدار اثنين، معناته روح لي على الموقع اثنين، اثنين اقل من اثنين فولس، ما تشتغل ابدا. طيب لو اجيت حكيت لك سالب واحد نقطتين سالب اثنين، اجيت حكيت لك هون سالب واحد، امشي كل مره
هون رح يحذف لي، فلأنه بيعرف إنه أنا بدي أمشي تنازلي، السالب واحد هي الرقم اثنين اللي هو آخر واحدة، بعد هيك زائد السالب واحد، فسالب واحد، سالب واحد، سالب اثنين، سالب اثنين هل هي أقل أو أكبر من سالب اثنين؟ إجابة هي لا. طيب لو حطيت هون سالب أربعة بهي الطريقة، فرح يحذف لي آخر ثلاث عناصر، فرح يجيب لي فقط اثنين والسالب واحد. فإذا إذا بدي أستخدم السالب كرينج، بدي أنتبه إنه أنا مقدار الستب بدها تكون سالبة لحتى يمشي مع البرنامج بشكل سليم. فهو بحكي لي سالب واحد أكبر من سالب أربعة، وكل مرة بتعمل لي ناقص واحد بهي الطريقة. إذا الرينجات بتشبه الرينج لما كنا ناخذ من السترينج، وبدي ابلش من النهايه او بدي ابلش من البدايه، ما في مشكله ابدا. طيب اذا انا ما حطيت رينجز نهائيا بالطريقه هاي، فهو راح يحذف العناصر كلياتهم لكن بشكل معكوس من النهايه للبدايه. ما حطيت هون قيمه واحد، راح يحذف لي بهذا الشكل برضه كل القيم. لو حطيت هون القيمه ثلاثه، شو معنى القيمه ثلاثه؟ يعني صفر بعدين من الاندكس ثلاثة بعدين بيعمل ستوب، فراح يحذف من الاندكس صفر اللي هي الاثنين، من الاندكس ثلاثة اللي هي سالب سبعة، وراح ينهي البرنامج. ومهم جدا ان احنا نتبع وين الاندكسز اللي احنا عم نحذف منها، شو الشغل اللي احنا بنقوم فيه. نيجي على الاكزامبل التالي، اثنين سالب واحد خمسة سالب سبعة اثنين، حكالي اعمل لي براند القيم من، اقرا لي من الاري هاي، اقرا واطبع لي قيمه الاي. حكينا هذا الفور لوب بنستخدمه اذا احنا نعمل جمل طباعه. الان اللوب هذا اذا انا بدي اخذ القيم من البدايه للنهايه، وهون نقدر انه نعمل طباعه او عمليه تغيير على القيم. طبعا ممكن انه نستغني عن الصفر والفاصل فقط، نحط اللينك للاي معناته اقل من عدد القيم الموجوده داخل الاي. الان ممكن برضه نحكي له انه عدل لي على قيم معينه، فاقرأ القيمة إذا أقل من الصفر، القيم السالبة بمعنى آخر، أضرب لي إياها في سالب اثنين، وآخر شيء جملة طباعة. فإحنا عملنا أكثر من جملة فور لوب، كل واحدة بتقوم بشغل خاص فيها. الفرق بين الجملة الأولى والثانية ما في شيء أبداً، الفرق فقط إنه هون أنا بستخدم الآي اللي هو بيقرأ قيم من الليست كل مرة، بينما الآي بالجملة الثانية هي بتقرأ الإندكس، بستخدم الاندكس حتى اقرا من الاري بالشكل اللي عندي. الفور لوب الاولى نستخدمها فقط في عمليات الطباعه، الفور لوب الثانيه ممكن نستخدمها لعمليات التعديل على الليست بشكل كامل ومتكامل. انتبه هون انه هون في عندي مشكله بالاندنتيشن، فبدنا نعدل على الاندنتيشن الموجوده عندي هون. انتبه انه ما في عندي قيم عم بطبع لي اياها بشكل خاطئ. نفس الشيء الاندنتيشن هون لما انا بدي اعمل نسخ للفاليوز والجمل من السلايدات، لانه طريقه الفورمات مختلفه تماما. هون عم بحكي لي انه في عندي رموز يمكن مش مرئيه بالنسبه لنا عم تعمل لي هي الاخطاء، فلازم اتاكد من كل جمله من الجمل اللي عندي. ها بس هي للتأكيد حتى نخفي الأخطاء اللي عم تظهر عندي. الآن الجملة الأولى مرة ثانية هي نستخدمها للطباعة فقط، أو لا إذا بدي أستخدم قيمة الآي من ضمن المعادلة بس ما أعدل على الليست لأنه ما راح يتم تعديل أبدا. الجملة الثانية الفرق إنه أنا بستخدم الآي لأقرأ من إندكسز، فA of I المرة الأولى أقرأ لي من الإندكس صفر، المرة الثانية A of الإندكس واحد، وهكذا. الآن الرينج ممكن نستغني عن الجزء الأول لأنه هو باي ديفولت القيمة صفر، وممكن نخليه مثل الجملة الثانية. هون أنا عم بستخدم القيمة اللي أنا بدي أقرأها للمقارنة، بعد هيك بعدل على القيم السالبة فقط لا غير. فأول مرة بطبع لي القيم 2 سالب 1 5 سالب 7 2، رح أطبعهم مرة ثانية باستخدام اللوب الثاني. اللوب اللي بعديه بيعمل التعديلات اللي هو هذا اللوب، واخر لوب هو للطباعه بعد التعديلات، فالارقام السالبه بضرب لي اياها بسالب 2.
الواحد سالب واحد ضرب سالب اثنين هي اثنين، سالب سبعة ضرب سالب اثنين هي الأربعتاش. هذا بالنسبة لهذا الإقسام. بالنسبة لهذا الإقسام لأنه عم بيطلب مني أنبوت وعم بيقرأ القيم بشكل تالي، خلينا ناخذ الإقسام برضه ونشرح المعلومات الموجودة داخل. ففي عندي هون جمل insert، في عندي جمل append، في عندي شغل بشكل عام على الليست الموجودة. طبعا هاي الطريقة مرة ثانية الاندنتيشن نتأكد منها لأنه في عندي خلل في موضوع الاندنتيشن، عم بيعترض لي إذا في عندي جمل غير مرئية أو قيم غير مرئية بالنسبة لي. هون نفس الشيء ممكن يكون في عندي قيم أنا مش عم بشوفها. أوكي. هاي الطريقة ننتبه انه انا اذا بيعطيني انه في مشكلة بسطر فاضي انا عامل copy paste، معناته انا في عندي معلومة او values مش عم بشوف لي اياها البرنامج وعم بحاول يعترض لي عليها، او في رموز مخفية ممكن تكون hidden بالنسبة لنا، فاحنا بدنا نتخلص منها الان. فنتأكد من الجمل جملة جملة، كل جملة بيعطيني اكس بجنبها بدنا نتأكد منها ونشوف شو الخلل اللي ممكن يصير عندي. أفضل طريقة إنك تشتغل بهذا الشكل. طبعاً هون عم بحكي لي إنه في عندي مشكلة إنه الـ A أصلاً مش محرك، فأنا لازم أعرف شو قيم الـ A اللي هم خلينا ناخذ 2 فاصلة سالب 1 فاصلة 5 اللي هي الأرقام السابقة اللي إحنا اشتغلنا معاهم، وآخر قيمة خلينا ناخذها 2 نفس. الآن هذا الكود شو بيشتغل؟ أول جملة بحكي لي دخل لي قيمة الـ X. بعد ما أنا أدخلها، إذا بتذكروا هاي الجملة سميناها concatenation بالنسبة للـ string، حكينا إنه هي جملة إضافة على الليست الموجودة، فبضيف لي القيمة اللي أنا بدي أقرأها على نهاية الليست الموجودة عندي. بس هون مشان نعمل تمييز نكتب enter X بهذا الشكل لحتى نعرف شو اللي إحنا بندخله. الآن هون عندي جملة طباعة، رح يطبع القيم الموجودة عندي في الليست بالإضافة لقيمة الإكس اللي إحنا دخلناها من خلال الكيبورد. هون أنا عم بحكي له إنه اطبع لي جزء من هي الليست من عند اللوكيشن 2 لنهاية الليست الموجودة. هون أنا عم بحكي له احذف لي من 0 1 و2 وخلي لي فقط من الواقع 3 للآخر، اطبع لي النتيجة. انسيرت في الإندكس 2 القيمة 7، insert في الاندكس 3 قيمة باي، append يعني ضف لي على نهاية الليست القيمة 10. الآن إذا احنا نطبع بحكي لي أول شيء دخل لي قيمة الاكس، خلينا ندخل قيمة للاكس تكون مختلفة عن القيم السابقة كلياتها، بدي أدخل كلمة ترو. الآن كلمة ترو وين بده يضيف لي إياها؟ شو راح يعتبر؟ أول شيء راح يعتبر لي إياها string value، ما راح يعتبر لي إياها boolean. شو السبب؟ السبب إنه أنا عامل input ومش عامل convert. رح يطبع لي القيم الآن 2 سالب 1 5 سالب 7 2 كلمة ترو. بعد هيك بحكي يطبع لي من 2 للنهاية، فالاندكس 0 والاندكس 1 ما رح يقرأ لي القيم اللي فيهم، ف 2 وسالب 1 رح يعتبرهم مش موجودين. بعد هيك احذف لي من 0 لل 3 رح يحذف القيم 2 سالب 1 5. الجملة اللي بعديها في الاندكس 2 دخل لي 7، فخلينا نشوف الشكل النهائي كيف بده يكون. او سوري هون احنا عم نرن هي انت. فاول مره طبع لي اياهم مع كلمه ترو. الجمله اللي بعدها طلع هون حط لي اياها داخل سنجل كوتيشن. شو السبب؟ لانه احنا ما عملنا كونفيرت لبوليان، انا دخلتها فبعتبر لي اياها سترينج فاليو. هي جمله الطباعه اللي هي 2 الى ما الى نهايه الليست. الاندكس 0 والاندكس 1 ما راح يقرا القيم منهم، يعني 2 وسالب 1 ما بجيب لي. بعد هيك انا بحكي له اعمل لي حذف، بيحذف 2 سالب 1 5 بجيب لي الارقام سالب 5 سالب 7 سوري 2 والترو. الجمله اللي بعديها اللي هي هي، بعد ما اعمل انسيرت للرقم 7 في الاندكس 2 فضف لي اياها بين 2 والترو. بعد هيك في الاندكس 3 كلمه باي فبضف لي اياها قبل كلمه ترو. اخر شيء الابند فبضف لي اياها في نهايه الليست الموجود. كثير مهم انه احنا نتبع البرنامج بالشكل الصحيح ونشتغل عليه بشكل سليم. اي سؤال لغايه الان؟ اي سؤال لغايه الان على هذا الاكزامبل؟
ناخذ الان موضوع جديد اللي هو الست داخل البايب. الست هي بحكي لي عباره عن كولكشن، مجموعه من القيم. هاي المجموعه ان اوردر، يعني مش مرتبه، and unindexed، ما في إلها index معين لحتى أقرأ قيم من مواقع موجودة عندي. طبعاً مكتوبة بتكون داخل الكارت باكتس اللي هي الأقواس اللي بتكون خلينا نحكي عوجة أو فيها الشكل التالي. الليست هاي أو الست هاي اللي إحنا بنشتغل عليها هي بحكي لي إنها unordered. شو معنى unordered؟ معناها انه cannot be sure in which order the items will be appear. لما انا اعمل طباعه انا ما عندي اليه اعرف كيف القيم رح تنطبع، هل رح ينطبعوا بالشكل اللي انا كاتبهم فيه ولا رح ينطبعوا بشكل اخر مختلف. فالان بس هون او خليني اخذ المسميات الرئيسيه والباكتس اللي عندي بالشكل اللي احنا بدنا نشوفه الان. طبعا ممكن تكون الخلل باي جزئيه من الاجزاء الموجوده. بعضكم ممكن يحكي لي طيب شو الخلل؟ الخلل انه الفورماتنج لانواع الخطوط بيعترض عليها. فالان مش راضي ياخذ لي اياها احنا نكتبها. هاي ماي سيت خليها تساوي. خلينا نكتب سوري كلمات بعد ما نحط البريسز الموجوده عندي. بدي اكتب له بدل الكلمات الموجوده هاي هلو هذا الشكل و اوكي بيعطيني سنتاكس ديت البريسز نهايتها يمكن فيهم خلل. آسف هون في عندي بريس إضافي إحنا أو كوتيشن إضافي. أوكي البقية مش عم بياخد لي إياهم آسف. أوكي هون في كوتيشن ناقصين بهذا الشكل. الآن لما بدنا نطبع رح يطبع لي إياهم بترتيب مختلف. طلعوا على الشكل، ما طبع لي اياهم بالترتيب اللي انا كتبتهم فيه، مشان هيك حكى لي انها ان اوردر. بعضكم ممكن يحكي لي طيب رتب، اذا بدي اعتبر انه رتب، طب ليش ما جاب كلمه هاي بعد كلمه هلا؟ برضه مش منطقيه، فالست عندي بشكل عام ابدا مش مرتب، وما بتحزر ابدا اذا انت كاتب مجموعه من القيم كيف الترتيب رح يطلع عندي في النهايه. يعني لو انا ضفت كمان قيمه هون حكيت لك بايثون. ممكن تيجي في الأخير، ممكن تيجي في البداية بعد عملية الطباعة، ممكن في النص زي ما احنا شايفين. إذا هي I'm unordered. الآن بحكي لي المعلومة الثانية إنه ما في indexes، يعني ما في إنه أطبع لك من index معين. بيعطيني إنه هي في مشكلة لأنه ما في عندي index بتعامل مع الست الموجودة. فالست هي مش مرتبة ومنقدرش انه احنا نتعامل من خلال الاندكس. نيجي الان تشينج ايتمز، احكي لي انه انا ما دام عملت كرييشن لهي السيت نقدرش نغير على ايتم موجود، لكن ممكن نحذف او نضيف نهايه ايتم على الليست الموجوده او على السيت سوري الموجوده. اذا عمليه التعديل انه احكي لك بدي اغير استبدل قيمه بقيمه او اروح لك على اندكس معين اغير القيمه اللي فيها فيش امكانيه. طيب شو الامكانيه لايش بالنسبه لنا هون؟ امكانيه انه اذا انا بدي احذف او بدي اضيف قيمه جديده فقط لا غير. احكي لي الان اذا انا بدي اضيف، فبحكي لي to add one item to set use نستخدم add method. To add more than one item a set use update. اذا في عندي طريقتين، الاد اذا انا بدي اضيف عنصر واحد، الابديت اذا انا بدي اضيف مجموعه من القيم. فالان نيجي نحكي لهون، طبعا هاي القيم الموجوده سوري. جيت حكيت لك الان الماي سيت دوت اد، فبدي اضيف عنصر واحد. ممكن انه ندخل رقم ولا لازم تكون عندي القيم كلياتهم سترينج فاليو. خلينا نجرب حتى بس يكون في عندكم انفورميشن بعد التجريب. وبدنا نطبع الست
بعد التعديل اللي أنا قمت فيه. هاي أنا عم بحاول ضف لي الرقم 2، ما في مشكلة أبدا. إذا الأنواع كلياتها بياخذ لي إياها السد، ممكن أضيف له كلمة ترو بهذا الشكل، وبرضه بعد التنفيذ بده يضيف لي إياها الإضافة. هاي ما بنعرف وين رح يضيف لي إياها، هل هي في البداية أو في النهاية. خلينا نجرب قيم مختلفة نشوف هل رح يضيف لي إياهم في لوكيشن معين ولا ما رح يضيف لي إياهم غير في البداية. نطلع فور ضف لي إياها في موقع آخر، كلمة ترو حط لي إياها في البداية هي ورقم 2. طيب إذا حطيت كلمة فولس، مشان بس يكون في عندي مجال إنه إحنا ما نحكي إذا أو لو، فبالنسبة لنا هاي الفولس ضف لي إياها في البداية. طيب ضيف رقم كسري هاي 2.5555 بالشكل هذا، وين راح يضيف لي إياها؟ أضف لي إياها في النص. إذا فش مكان محدد لعملية الإضافة هاي. هون الجملة هاي فقط لحتى أضيف على الست الموجودة القيمة اللي أنا بدي إياها. هلا وين ترتيبها؟ ما بنعرف. هل راح يضيف لي إياها في البداية؟ هل راح يضيف لي إياها في النص؟ هل راح يضيف لي إياها في النهاية؟ ما عندي انفورميشن لأنه الست غير مرتبة أبدا. هاي بالنسبة للآد ميثود. الآد ميثود هي لإضافة قيمة واحدة فقط لا غير. الست إذا بتاخذ أنواع مختلفة، فيش اندكس معين، نوت اوردر يعني مش مرتبة، عملية الآد بتضيف لي عنصر معين، هذا العنصر ممكن ينضاف على أي موقع من المواقع الموجودة. الآن إذا أنا بدي أضيف مجموعة من القيم، فهاي دوت أبديت هو عم بحكي لي. الآن داخل الأبديت شو عم بحكي لي؟ إنه إحنا ممكن ناخذ مجموعة من القيم. الآن المجموعة من القيم هاي 2.5 مثلا، هاي كنترول سي، ونرجع نطبع بعد إضافة هدول القيمتين. فلحتى نميزهم عن بعض أعطاني مشكلة إنه أنا انتجر الآن و not iterable. طيب شو المشكلة عندي؟ شو عم بحكي لي هون بالأبديت؟ بحكي لي إنه لازم نحط braces، ونحكي له إنه أنا بدي أضيف list من القيم وليس انتجر values. إذا هون الخطأ نكون في عندي braces، ننتبه في الامتحان كل خطأ عم نرتكبه هون ممكن يجيكم شيء بيشبهه في الامتحان. فإذا أنا مش حاط الأقواس المربعة بالشكل هذا، أحكي له إنه هاي مجموعة من القيم، راح يعطيني runtime error إنهم integer value. هاي حطينا 2.5 بين الأقواس ضف لي، لو ضفت عليهم كلمة الآن program، لو ضفت عليها كلمة ترو مثلا سوري بهذا الشكل. فالآن الأهم إنه إحنا نشتغل عليها بشكل صحيح. أوكي أوكي هون فيش فاصلة، هاي نقطة بس نتأكد من كل إشي قبل ما ننفذ البرنامج. طبعا هاي ضف للقيم فيش أي مشاكل. إذا الأبديت لإضافة مجموعة من القيم، إذا مجموعة القيم هاي لازم تتحط بين أقواس زي كأنها ليست. الآد لأضيف قيمة واحدة، عملية الإضافة بالآد أو حتى بالأبديت بتكون عشوائية، في مواقع عشوائية بتكون الست غير مرتبة دائما. نيجي ناخذ الأنواع كلياتهم ما في مشكلة أبدا. الآن بحكي لي get the length of a set من خلال len method لاختصار لكلمة length. فإذا أنا هون حكيت له اطبع لي length، فهو بده يعد لي القيم الموجودة داخل هي الست، هاي للماي ست الموجودة. الآن راح يضيف لي، راح يعد لي أول شيء هدول الأربعة، هاي 5 6 7 8 9. فالآن length method المفروض سوري هون الكتابة خطأ، اسم الست خاطئ، هي my set. فالإجابة هي 9 قيم داخل الست الموجود. طيب الآن remove item، بدي أحذف قيمة. to remove an item in a set use remove or discard. إذا برضو في عندي وسيلتين لعمليات الحذف، الأولى remove والثانية discard. الآن شو الفرق ما بينهم؟ remove إذا أنا بدي أحذف عنصر واحد موجود، فبحكي لي note if the item to remove does not exist، هون حصير في عندي خطأ. فنيجي مرة تانية على البرنامج نجرب remove. فهون my set
دوت ريموف بهذا الشكل. ننتبه انه انا بدي اعطيه القيمه اللي انا بدي احذف، بدي اعطيه اوكي بهي الشكل، وبدي احكي له بعد هذا الموضوع اعمل لي عمليه طباعه للست. الان العنصر اوكي موجود، فطبع لي القائمه بوجود الاوكي هاي. بعد التعديل والاضافات المختلفه الاوكي كانت موجوده، لما انا حذفت حذف لي الاوكي بدون اي مشكله. طيب لو حكيت لك اوكي كلمه الاو كابيتال او حرف الاو كابيتال، شو اعطاني؟ سنت ران تايم ايرور انه الاوكي هاي غير موجوده. طب موجوده؟ لا مش موجوده، الاو كابيتال مختلف عن الاو سمول، معناته رح يعترض عليها ورح يعطيني مشاكل. اذا ننتبه، اذا انا بدي استخدم الريموف ميثود من السيت، معناته انا بدي احذف عنصر محدد. كتابه هذا العنصر مهم جدا، اي خلل موجود في هذا العنصر راح يعطيني مشكله. يعني طلع هون انا في عندي كام؟ الخمسه بالعشره خمس مرات، انا حكيت لك اربع مرات، فراح يعطيني ران تايم ايرور برضه. هون ننتبه انه انا عدد القناه العشريه صحيح، فهون حذف لي اياه لانه انا عدلت الرقم. فمهم جدا انه يشتغل مع البرنامج بطريقه صحيحه. اذا الريموف بيعطي ران تايم ايرور اذا الكلمه اللي داخل الاقواس الخاصه بجمله الريموف فيها مشكله. الديسكارد الان ما بيعطيني مشكله اذا العنصر مش موجود. فاذا الان هون الريموف حكينا لازم يكون كتابه سليمه. لكن اذا انا حكيت لك ديسكارد وحكيت لك الان 2.5 بالعشره، 2.5 بالعشره مش موجوده، عندي الاثنين والخمسه، عندي 2.5 بالعشره خمس مرات. فالان بحذف لي اياها او ما بيحذفها ما بيعطيني مشاكل، بحكي لي هو لحاله بيعمل بالديسكارد عمليه تشيك. 2.5 بالعشره موجوده؟ لا، معناته ما تحذف شيء، ما تعمل اي شغل ابدا. طيب نيجي نستخدم كلمه اوكي. اذا كانت السبيلنج سليمه هاي الاوكي القائمه النهائيه حذف لي اياها منها. طيب لو كانت كابيتال لتر بهذا الشكل ما حذف لي شيء وما اعترض لي ابدا. ننتبه انه انا ممكن احكي لك كون دوت لور، دوت لور معناته حول لي اياها كلها سمول لتر بعدين احذف لي اياها، فراح يحذفها. فاذا نقدر انه احنا نشتغل باكثر من طريقه. ممكن احكي لك كون احذف لي 5 ناقص 3، 5 ناقص 3 النتيجه لها هي الرقم 2، فمعناته احذف لي الاثنين من القائمه فحذف لي اياه. اذا مش شرط اعطيك رقم مباشر داخل الاقواس، ممكن انه احنا نعطي قيم بشكل مختلف تماما. الان بحكي لي اذا انا بدي احذف كل القيم اللي داخل الست، ما بدي اخلي اي قيم ابدا، بهي الحاله بنستخدم الكلير ميثود. فالان هون بدل ما انا احكي لك ديسكارد لقيم معينه، جيت حكيت لك كلير. وننتبه الاقواس لانه هاي ميثود. الان بيعطيني القوائم، لكن لما انا احكي له اطبع لي اخر شيء رح يعطيني الست اقواس فاضيه. شو معناها؟ انه الست عندي فاضيه، ما ضل عندي عناصر فيها ابدا. فبعد الكلير بحذف لي العناصر كلهم، لما انا اجي اطبع له الماي ست رح يعطيني انه هي فاضيه ويكتب لي ست اقواس فاضيه، ما في عندي شيء ابدا. فلما نطبع مره ثانيه راح يعطيني الست اقواس فاضيه انه ما في عندي عناصر داخل هي الست نهائيا. طيب الان في عندي عمليات اخرى ممكن نشتغل عليها. اول واحده join two sets، يعني ادمج لي قائمتين. فبحكي لي there are several ways to join two or more sets in Python، في عندي اكثر من طريقه لحتى ادمج قائمتين او بدي اشتغل على قائمتين واعمل لهم دمج. You can use the union، احنا متذكرين اليونيون استخدمناها في الرياضيات، بدي احمل اتحاد لقائمتين كقوائم في الرياضيات، برضه هون احنا بنعملها لحتى نعمل اتحاد بين قائمتين داخل البايثون. شو بتعمل اليونيون هاي؟ تعمل دمج لا تو سيتس، ست اللي قبل كلمة يونيون اللي هي ست واحد، يونيون اتحاد مع ست اثنين
وبخزنهم في ست جديدة خاصة فينا. الآن الست الجديدة هاي شو بدها تاخذ؟ بدها تاخذ قيم ست واحد وست اثنين وتدمج لي اياهم مع بعضهم البعض. فمثل ذات returns a new set containing all items from both sets. ما حكى لي الآن انه شو ترتيب القيم؟ هل بده يجيب لي الست الأولى واحد ولا الست الثانية بالنهائية ولا بيحط لي اياهم بالعكس؟ احنا حكينا من البداية الست هي ان اوردر. فما في عندي ضمان كيف راح يرتب لي القيم بس يعمل لي انشاء لست جديدة. الآن بحكي لي on the update. الآن لما أنا بدي أعمل update ممكن إني ميثود استخدمها تعمل insert item from set to another set. إذا في عندي طريقتين لحتى أعمل union بهذه الحالة أو بهذا البرنامج. خلينا بس نأخذ الشكل. فبدي أسمي هاي A. نعرف ست تانية اسمها بي، بدي احط فيها ارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي الشكل. بحكي لك الان عرف الاكس خليه يساوي لي A dot union، هاي موجودة عندي اول واحدة، بدي ادمجها مع مين؟ مع البي. بدي احكي لك الان اطبع لي مين الاكس هاي، فبرنت للقائمة الجديدة اللي هي الاكس. انتبه انه انا القوائم القديمة انا مش عارف كيف ترتيب العناصر فيهم، فممكن انا احكي له print الاي اشوف شو عم بيعمل لي. اوكي، وprint البي، واخر شيء الست اللي هي الاكس اللي هي اتحاد لأ. فالايه جاب لي اياها، هلو بايثون اوكي هاي. الست الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة زي ما هم. بعد هيك أعطاني الأرقام وأبواب الترتيب مختلف تماما. طيب لو كانت الست مش نوع واحد، يعني هون في عندي في الرقم خمسة مثلا، هون في عندي كلمة هاي موجودة هون، هل رح يحتفظ لي بالترتيب اللي احنا موجود عندنا سابقا أو اللي شفناه احنا قبل شوي؟ فيش ترتيب، not ordered، الست مخربطين، ما بتحذر عليهم ابدا كيف بفرجيك النتائج. فطلع جاب دمج لي من التو سيتس بترتيبين، حط الارقام في البدايه بغض النظر هم من ست واحد ولا من ست اثنين او من A او من B، وبغض النظر كيف الترتيب اللي كانوا موجودين عليه اصلا. طيب لو حطيت هون كلمه فولس مثلا، هل الترتيب بده يجيب لي اياهم مرتبين؟ برضه مره ثانيه ان اوردرد. فما بنحذر ابدا كيف ترتيب العناصر، لكن عندنا معلومه شو القيم الموجوده. هاي اول طريقه في عمليه ايش؟ عمليه اللي هي الاتحاد. الطريقه الثانيه انه احنا نستخدم الابديت ميثود. حكينا الابديت اذا انا بدي اضيف على ست مجموعه من القيم. فبدي اعمل ابديت على مين؟ على الاي، بدي اضيف عليها قيم البي كلهم. برضو احنا هون بنعمل ايش؟ بنعمل الشغل عليها. هاي لغيت الاكس موجودة. فالبرنت للاي، شو معنى هاي الجملة؟ برضو اعمل الاتحاد. جيب لي القيم اللي داخل البي وحطهم مع القيم اللي داخل اي كلهم بالاي نفسها، يعني مش في لست جديد. فجاب لي الترتيب اللي احنا شايفينه الان بعد ما دمجنا العناصر كلهم مع بعض، حط لي اياهم داخل الاي. اذا اليونيون انا بعمل كريشن لست جديدة، بحط الاتحاد او نتيجه الاتحاد فيها بجمله الابديت، معناته انا بدي اعدل على ست موجوده واعمل لها اتحاد مع ست اخرى واحط في الست هاي القيم كلياتها. فالان انا عدلت على الاي، عملت فيها قيم الاي بالاضافه لقيم البي الموجوده عندي. فالان في عندي كمان ميثودز اللي هم الديفرنس. شو الديفرنس؟ اللي هي بحكي لي return set contain difference between two or more sets، يعني العناصر اللي مش مشتركين. ال intersection اللي التقاطع العناصر المشتركين بيناتهم. ال issue أو ال sub set returns whether another set contains this set or not، يعني إنه محتواه فيه. فخلينا نشوف ال difference between two sets مثلا. أجي بحكي لك الآن عرف لي X بتساوي A dot difference
الآن هاي الديفرنس مقارنة بالبي. الـ A والـ B ما في عناصر مشتركة أبداً، فالديفرنس هي إيش؟ العناصر اللي بشكل هذا. هلو بايثون 5، أوكي، اللي هي عناصر الـ A نفسها، زي لما كنا نحكي بالرياضيات A ناقص B، يعني جبني عناصر الـ A اللي مش موجودين في B أبداً. طيب لو كتبت الـ B في البداية والـ A في النهاية، فالـ P A، فهي P ناقص A، يعني جيب لي اللي في ال P مش موجودين في ال A أبدا. لا، معناته لا، بجيب لي إيش؟ العناصر اللي في A فقط بهي الحالة. طيب لو كان في intersection، في عناصر متشابهة، يعني هون خلينا نحط الرقم 5 مشترك، وخلينا نغير كلمة Python لكلمة false أو للقيمة false. The difference اللي هي قائمة، والثانية ما بدي أجيب الفاليوز اللي فيها. الـ A ناقص الـ B على كل الأحوال، فجاب لي false hello 5، أوكي. طبعاً بجيب لي الـ A ما عدا الـ B، ما جاب لي قيم اللي هي الـ difference نهائياً. طبعاً هذا بناقض الحكي، فـ return set containing the difference between two or more sets، قيمة قائمتين أو أكثر. فبين الـ A والـ B اعتبر أنه ما في differences. طيب خلينا نشوف الـ intersection. الـ intersection B تقاطع مع الـ A، يعني القيم المشتركة هم الخمسة والفولس. فبرضه ما جاب لي، مصر أنه يضل يجيب لي. سوري، هون عم نطبع إحنا الـ A، سوري. خلينا نرجع على الشغل الصحيح. الـ difference هون عم بتطبع لي ايش؟ الـ A مش الـ X، سوري، هاي مشكلة احنا عملناها معناته. خلينا نرجع نعيد الـ examples على الأساس الصحيح. هاي الـ A والـ B، سوري، هاي الـ B، انتبه على الكتابة. A difference B، القيم اللي في A وفي B اللي مختلفين عن بعض. فجاب لي الـ hello والـ okay، لأنه الخمسة والـ false مشتركين. فالآن الـ A الموجودين فيها مش موجودين في B، هي كلمة hello كلمة okay. إذا أنا حاط لك هون B والعكس هون A، فB ناقص الـ A، يعني الموجودين في B مش موجودين في A، عندي الواحد والهاي. فهاي بالنسبة للـ difference. طيب الـ intersection، الـ intersection اللي هي التقاطع بيناتهم، سواء كتبت الـ A في الأول ولا الـ B في الأول، فراح يعطيني الـ false والخمسة. هاي بالنسبة لأول two methods. الـ issue أو الـ subset اللي هي الاحتواء. subset، subset بمعنى آخر، فهاي هون الـ A. فجاب لي قيمة الفولس فقط، لا. فالاحتواء ما بينهم اللي هي أول قيمة اللي هي الفولس. طيب لو عملنا هون A، جاب لي جزء من الـ A والـ B، هاي الـ B نفس الشيء جاب لي القيمة فولس. طيب لو غيرنا هون قيمة فولس، حطيتها داخل دبل كوتيشن، ننتبه داخل دبل كوتيشن معناتها صارت عبارة عن سترينج فاليو. فهناك جاب لي السبست من التنتين اللي هي كلمة فولس لحالها، ما جاب لي القيم كلياتهم. فبالتنفيذ برضه جاب لي كلمة فولس اللي هي سبست. طيب نيجي نغير هون سمول لتر، هناك كابيتال لتر. الآن شو بده يجيب لي؟ برضه جاب لي حرف الكابيتال كلمة فولس. ننتبه كثير منيح انه شو السبب بالنتائج اللي احنا عم تطلع عنا. السبب انه عندي الليست غير مرتب، شلنا كلمه فولس. الان شو بده يجيب؟ بهي الحاله الست مره ثانيه ان اوردر، فما في عندي حذر كيف الترتيب العناصر كيف عم بشتغل عليهم. هون فولس، شو السبب؟ انه هل A جزء من B كلياتها؟ اجابه هي لا. طيب لو كانت الـ A ما فيها غير هيك، هاي
هاي هون. الآن هل الـ A جزء من B؟ عناصر A كلهم موجودين في B؟ تمام، فرح يعطيني ترو بهي الحالة. فمهم جدا عندي إنه إحنا نشتغل بالميثود بطريقة سليمة. طبعا إذا في أي خلل رح يعطيني مشاكل. طيب لو كان هون عندي كمان في ست A B، خلينا نحط الـ C، خلي الـ C تساوي عندي مثلا العناصر اللي هم 1.2 وفاصلة 5، بس انتجر بنت. الآن حكينا إنه between two sets أو أكثر، فهاي dot difference عن الـ A difference من الـ B فاصلة الـ C موجودة. هل بصير اكتبها هيك؟ بصير. ما في difference إنه هي نحكي إنه الـ A والـ B والـ C. ليش؟ أنا الموجودين في الـ A كلهم موجودين في الـ B، فبيجيب لي الست فاضي. طيب لو كانت الـ A في عندها كمان عنصر، خلينا نضيف كلمة هلو بهي الطريقة، فـ A ناقص B ناقص C فجاب لي كلمة هلو. الآن الخمسة موجودة فيهم ثلاثة، الهاي موجودة في A و B مع بعض، كلمة هلو هي فقط الوحيدة الموجودة في الـ A. احنا نقدر نحكي انه مجموعه من القوائم بالشكل هذا. طيب نيجي نحكي له بدي الانترسكشن اللي هو التقاطع، اي الانترسكشن برضه قائمه او مجموعه من القوائم، فهي البي فاصله السي. التقاطع بينهم الثلاثه، شو اللي مشترك بينهم الثلاثه؟ هو الرقم 5، فجاب لي الخمسه كست موجوده. طيب إذا أنا إجيت حكيت لك الـ subset، هل A subset من B فاصل C؟ الإجابة الآن رح يعطيني false أو أعطاني error إنه الـ subset ما بتشتغل غير مع one argument فقط لا غير. فالـ A هل هي subset من B؟ تمام، الإجابة false لأنه في عندي عناصر في الـ A مش موجودين في الـ B أبدا. إذا شلنا كلمة hello يعطي عندي ترو انه A هي جزء من B ومحتواها داخل B وكعناصر كلهم موجودين داخل B. ريمايندر الان كتسكيل، think before you program، دائما بدنا نفكر قبل ما نبرمج. البروجرام لازم يكون مقروء وما فيه اخطاء وايزي، لا نحل اي مشكله سهل طبعا حتى يتنفذ على الجهاز الموجود عندي. افضل طريقه لحتى نطور اي برنامج انه احنا نشتغل على بروبلم معينه، انه نمارس ونحاول نجرب نكتب هذا البرنامج باكثر من طريقه وباكثر من مره. الفوليش كونسستنسي از ذا هوبو جوبلين اوف ليتل ماكس، لو احنا نحاول انه نكتب خطوات 1 2 3 4 وما نحاول نعدل، ما نحاول نستخدم الاستركتشرز المختلفين اللوبس الاف ستيتمنت بطريقه سليمه، فمعناته احنا مش عم نستخدم عقولنا بالطريقه او بالاتجاه الصحيح. لازم ناخذ دائما لما بنحل اي مشكله كل المشاكل او كل الاجزاء اللي بتخص هي المشكله بعين الاعتبار، مش انه نطلع عليها بشكل عام انه خلص هيك معناته هيك. طيب ممكن تكون في حالات مش ابيض او اسود، في حالات بالنص لازم احنا نمسكها وناخذها بعين الاعتبار. احكي لي تيست يور كود، اتاكد من البرنامج تبعك. اول شيء كسنتاكس ايرور، بعد هيك اثناء التنفيذ كران تايم ايرور، اخر شيء كلوجيكال ايرور، هل في اخطاء منطقيه ولا لا. If it was hard to write، اذا انت في عندك مشكله بكتابه البرنامج معناته انت في عندك مشكله رح تكون بقراءه اي برنامج اخر. كل الانبوت از ايفن، كل المدخلات رح نعتبرها شريره لانه كل واحده فيهم ممكن تثبت لي انه البرنامج صحيح او فيه مشاكل. طبعا الفانكشن شود دو وان ثينج، ما نستخدم فانكشن واحد لنقوم بمجموعه من العمليات ومجموعه من الشغل مع بعضهم البعض. هي بالنسبه لهذا الشابتر، اي استفسار عليه؟ اي استفسار على هذا الشابتر؟ طيب خلينا نروح على الشابتر اللي بعده اللي هي بيحكي عن اللايبرريز اللي هي المكتبات المتوافرة داخل البايب. رح آخذ بس introduction بسيطة عنه. رح ناخذ بهذا الشابتر
النمبي والساينس بي واي اللي هم اول تو لايبرز، ثلاثه واربعه هم بالسلايدات اللي بعد هذا الجزء. فالنمباي شو هي؟ خلينا نحكي عنها كلايبراري اللي هي مكتبه، المكتبه مقصود فيها مجموعه من الميثودز، نوع معين من الداتا، مجموعه من الاوبريشنز والعمليات، وانا كيف بدي اشتغل عليها. الان از ساينتفك بايثون، الان احنا نتعامل مع البايثون بطريقه علميه. احكي لي اكسترا فيتشرز ريكويرد، انه احنا بنحتاج الان لموارد وادوات اضافيه. فاست مالتي دايمنشنال اري، اذا اول شيء بتقدم لي اياه هاي المكتبه انه انا في عندي اللي هي المصفوفات اللي بتكون من اكثر من سطر واكثر من صف واكثر من عمود. Libraries of reliable test scientific functions، في عندي functions جاهزين مجربين علميين نقدر احنا نستخدمهم نشتغل عليهم. Plotting tools، انه احنا نحاول نعمل اسقاطات للقيم بطريقة سليمة. فمرة تانية الـ NumPy في عنده Multi Dimensional Array. شو هي الـ Multi Dimensional Array؟ في عندي الـ Array العادية اللي المصفوفة العادية تتكون من سطر واحد مجموعة من القيم داخلها. Two Dimensional Array اللي هي في عندي X و Y اللي هي مصفوفة باتجاهين. فعندي 3 dimensional array بثلاث اتجاهات، وكيف انا بدي اتعامل معه. numerical python الان، اذا اختصار للنمباي هي numerical python، python الرقميه والتعامل مع الارقام. is at the core of nearly every scientific python application or module since it provides fast and dimensional array data type. اذا انه هي علميه بتستخدمها في التطبيقات اللي هي بحاجة لأكثر من dimension للأرض. طبعاً كان يوم كان be manipulated in a vectorized form، ممكن إحنا نقوم بالتعديل على هاي الأرض باستخدام الفيكتورز. الفيكتورز اللي هم الX، بالنسبة إذا الرسمة إحنا بنحكي عن X كمعادلة خطية، XY إذا أنا بحكي عن الشكل باتجاهين two dimension، X, Y, Z اللي هي 3 dimension إذا إحنا نطلع عليها كرسم. الآن numerical Python بحكي لي الآن list of okay for storing small amounts of one dimensional data. سابقا إحنا تعاملنا مع list، list بعتبر ليها one dimensional array إنه هي سطر واحد صف واحد، تعامل مع القيم بشكل خطي. الآن كنا نحكي إنه أنا بدي أجيب قيم من index لحد index معين. فبهي الطريقة إذا أنا بحكي له من 2 ل 4 بعمل اتباع، فبروح من عند index 2 ل 0 1 2 اللي هو index 5 أو القيمة 5 سوري، لحد index 3 راح يطبع لي ال 5 7 كنتيجة وبحط لي إياها هون. إذا كانت list of lists بالشكل هذا 1 3 5 7 9 هي index 0، 2 4 6 8 10 هي index 1. الآن هي بنعتبرها 2 dimensional array، في عندي سطرين، السطر الأول اللي هي الليست الداخلية الأولى والسطر الثاني الليست الداخلية الثانية. فإذا أنا بدي أطبع عنصر P of 0 رح يجيب لي السب ليست الأولى، فهي P of 0 فبيجيب لي 1 3 5 7 9 زي ما احنا شايفينها، فرح يجيب لي الفيرست سو. طيب إذا حكيت لك من الاندكس واحد جيب لي من 2 ل 4، فمعناته بده يروح لي على الجزء الثاني من هي الليست اللي هي الاندكس واحد. الان بحكي لي جيب لي من عند الاثنين، فالاندكس اثنين هي بلش من عند الرقم 6، اقل من 4 الاندكس 3 فراح يجيب لي 6 وال 8 فقط. لا هي ك 2 دايمنشنال. الان اذا انا حكيت لك عند الاي هي القيم 1 3 5 7 9، البي عندها 3 5 6 7 9. الآن حكيت لك إشارة البلس بيناتهم، حكينا هاي concatenation. شو معناها؟ يعني اربط لي الليست الأولى مع الليست الثانية وحط لي إياهم في ليست جديدة اللي اسمها C، فرح يجيب لي 1 3 5 7 9 بالإضافة لقيم البي 3 5 6 7 9. التكرارات بخليهم زي ما هم، ما بيعدل لي عليهم نهائياً. احكي لي الآن only extend the array، بيعمل لي توسعة، بضف لي العناصر زي ما هم بدون اي تعديلات.
آم إذا أنا عرفت الـ A بهذا الشكل والـ B بهذا الشكل، الـ C إني أحكي A زائد B ما رح يجيب لي الشكل اللي تحت إنه يجمع لي العناصر، فما رح يحكي لي 1 زائد 3 4 و3 زائد 5 8 و5 زائد 6 11 7 زائد 7 14 9 زائد 9 18. هذا الحكي غير سليم. الإجابة الصحيحة هو الشكل اللي فوق، إنه هو عم بدمج لي العناصر كلياتهم في لست جديدة، بيجيب لي القيم الموجودة في A كلياتهم، بعد هيك القيم الموجودين في B كلياتهم بحط لي إياهم في لست جديدة اللي هي C. ما عم بجمع لي العناصر من التو ليستس أبدا. الآن بحكي لي but، الآن في عندي استثناء. Cannot use directly with arithmetic operations أو operators. إنه أوكي أنا عندي هاي one dimensional array و two dimensional array، لكن ما بنقدر نستخدم عمليات جمع، ضرب، قسمة، طرح between two lists وتطلع عند النتيجة هي نتيجة عملية حسابية. مرة ثانية الجمع بتعمل concatenation أو ربط العناصر مع بعضها، لكن ما بتجمع للعناصر كل عنصر بالإندكس مثلا صفر هون مع الإندكس صفر هون، هذا الحكي ما بجيب لي. طيب إذا أنا بدي أجمع العناصر أو بدي أقوم بعمليات حسابية على two lists بدون for loop وبدي أقرأ قيمة من إندكس معين في الليست الأولى أجمعها مع الإندكس نفسه أو القيمة في الإندكس نفسه في الليست الثانية. الآن بحكي لي need efficient arrays with arithmetic and better multi-dimensional tools اللي هي numerical python. الآن رح نستخدم numerical python إذا أنا بدي أستخدم الأوبريترز المختلفين وبدي أعمل عمليات حسابية between two lists. طبعاً هون إحنا بنحكي عن numerical، فمعناته إحنا بنحكي عن list قيمها أرقام. Similar to list but much more capable، إنه هي بتشبه list لكن الآن في عندي إمكانيات أكثر، methods أكثر، except fixed size. الحجم بالنسبة للnumerical python array الحجم بيكون ثابت، مش مثل الليست العادية اللي بنقدر نعمل لها append أو insert، فإحنا بنوسع وبنزيد على الحجم بالوقت اللي إحنا بنشوفه مناسب. فهي الفرق الأساسي بيناتهم، إنه النيوميريكال بايثون array not هي عبارة عن fixed size، حجم ثابت، ما بصير إني أعدل على الحجم تبع الليست أبدا أو الأري أبدا. احكي لي برضه numerical python and dimensional array، شو هي العمليات اللي بنقوم فيها؟ The fundamental library needed for scientific computing with python is called the numerical python، اللي هي عبارة عن مكتبة فيها عمليات حسابية علمية هنقدر نستخدمها على الأبل. احكي لي open source library، شو يعني open source؟ يعني الكودينج الخاص فيها موجود على الانترنت، كلكم ممكن تروحوا تطلعوا كيف انكتب الكودينج الخاص باللايبراري اللي اسمها numerical python. powerful في حالة الـ undimensional array object، يعني مش one dimension أو two dimension، كمان three dimension. advanced array slicing methods، في عندي أكثر من طريقة لتقسيم الـ array. سابقا كنا نحكي له بس من أي index لأي index والستب كم مقدارها، الآن في عندي إمكانيات أكبر، في عندي إمكانيات نشتغل بطريقة مختلفة. طبعاً select array elements اللي أنا بدي أعمل لهم اقتطاع أو بدي أخذهم كجزء، فممكن نعمل reshaping أو إعادة هيكلة أو إعادة تغيير على شكل الأري من خلال الميثود اللي بتعمل slicing. even contain three libraries، اللايبراري اللي هي numerical python فيها داخلها ثلاثة libraries إضافيين كلهم بيشتغلوا مع الأريز الرقميين. أول واحدة Basic Linear Algebra Functions اللي هي المعادلات الخطية العادية أو الأساسية. Basic Fourier Transformations اللي هي برضو الرياضيات. Sophisticated Random Number Capabilities اللي هي التعامل مع الأرقام العشوائية وكيف الشغل عليها. نيجي نشتغل مع النم PY اللي هي numerical python، فبحكي لي هي عبارة عن array. فimport numerical python، أول شيء بدك تحكي لي numerical python dot array، فأنا بدي أستخدم اسم اللايبراري اللي أنا استدعيتها dot array، معناته أنا بدي أستدعي array موجودة عندي هون.
الري فيها القيم التالية، البي فيها القيم التالية، لما أعمل لك جمع راح يجمع لي الواحد مع ثلاث والثلاث مع خمسة الخمسة مع ستة، يعني من إندكس لإندكس معين يجمعهم مع بعض. الآن إذا أنا بدي أخذ هذا الكود، ننتبه الإمبورت جدا مهمة وجزء من البرنامج. خلينا ناخده ونطبقه عنا في الإكزامبل الأولي. فلما نطبع السي الآن شو عم بيعمل؟ عم بيعمل لي المجموع 1 زائد 3، 3 زائد 5، 5 زائد 6، 7 زائد 7 و9 زائد 9. طيب لو كان في عندي هون اكستراكت عنصر، فعندي هون 6. يعني حجم هدول التو اريز مش متساوي ابدا. بيعطيني بهي الحالة ران تايم ايرور. انه الرقم 6 الآن ما في عنصر مقابل له انا بدي اجمعه معه. فهاي أول نقطة إحنا لازم نأخذها بعين الاعتبار، إنه أنا إذا بدي أجمع two arrays بدي أنتبه إنه حجم هدول two arrays نفس الحجم، عدد القيم نفس القيم اللي أنا بدي أشتغل فيها. طيب لو جيت هون حكيت لك كلمة point، ننتبه إنه إحنا هون حكينا numerical، فالآن بحكي لي add did not contain a loop with signature matching type. فكلمة هاي ما بتاخذ لي اياها بعين الاعتبار وما بيشتغل لي عليها. طيب لو كان هون 1.3 هل في مشكلة أو لا؟ فهون بيجمع لي برضه ما في مشاكل بأي نقطة من النقاط الموجودة. فاعتبر لي الأرقام كلها كسرية مشان هيك جاب لي 4 بوينت ولا إشي، 8 بوينت ولا إشي، 7 بوينت ل 3، 14 بوينت ولا إشي، 18 بوينت ولا إشي. هاي بعملية الجمع. طيب إذا أنا بدي أعمل عملية طرح، فبرضه رح يطبع لي نتيجة طرح كل عنصر مع العنصر المقابل لإله. عملية ضرب، فرح يضرب لي العناصر كل عنصر مع العنصر المقابل لإله. القسمة العادية، فرح يجيب لي عملية قسمة العنصر الأول مع العنصر الثاني وهكذا. طبعا هون مش عم بحط فراغات متساوية، فهذا قيمة، هاي القيمة الثانية، هاي القيمة الثالثة، الواحد قيمة، الواحد بعديها قيمة. ننتبه إنه القسمة إشارتين اللي هي هون انتجر فتعطيني أرقام صحيحة. exponential يعني إنه العنصر من الـ A هو العنصر من الـ B، فبجيب لي إياهم بشكل إحنا شايفينه الآن. إذا ممكن نقوم بالعمليات الحسابية المختلفة بشكل مباشر بدون ما نستخدم فور لوبس ابدا، ونقدر نتعامل معاهم بكل سلاسه. رح انهي المحاضره عند هذا السلايد. المره القادمه رح اكمل من هون، نكمل مع البايثون النيوميريكال لايبراري والشغل الموجود عليه. اي استفسار قبل ما انهي المحاضره؟ اذا في كويز يوم السبت رح انزل لكم اعلان، ما دام ما في اي اعلانات على الامتحانات على سي اس 110 للامتحانات فقط معناته ما في كويز. انتوا المطلوب منكم تتابعوا هل في اعلان، اذا في اعلان معناته اوكي، ما في اعلان معناته ما في كويز نهائي يوم السبت القادم. تفضل دكتوره، كم كويز ضل هون؟ ممكن نعطي كمان كويز. تمام، يعني مبدئيا نعتبر انه كمان كويز. تفضل. علامه الكويز الماضي نزلت؟ اعتقد نزلت لكم اياها امبارح. تمام، يعطيك العافية. اعملوا تشيك عليها، إذا مش موجودة ابعثوا لي إيميل برجع بنزلها. أي دكتورة تفضل. أو دكتور الكوزين اللي بدك تعمليهم في واحد منهم زيادة يعني؟ راح يكون في واحد زيادة، نعم. تمام. دكتورة ضل 10 علامات نعم؟ ضل 10 علامات هو. هو ضل 10 علامات، ممكن 5 علامات راح يكونوا على الحضور والغياب احنا اتفقنا، ممكن إنه نعملها من ضمن كويز، فبنعمل 3 كويزات بهي الحالة. تمام. هيك تمام. فرح نحاول انه نعطيكم كويز اضافي لحتى تعوضوا اذا في حدا صار عنده مشكله. اي استفسار لغايه الان؟ طيب في طالبه كانت عندي مشكله بخصها بالنسبه للكويزات، يا ريت تبعث لي ايميل حتى احكي لها كيف ممكن تعوض الكويزين اللي راحوا علي. اعتقد اسمها كان لارا او شيء زي هيك. فبس للتذكير إذا حدا بيعرفها، في طالبة بالكويز الأول والكويز الثاني كان يدخل معها الكويز ويطلع مباشرة وما تقدر تمتحن الكويز أبدا، فياريت إنها تتواصل معي لحتى أخبرها كيف ممكن تعوض علامة الكويزين اللي راحوا عليه.
لهون، يعطيكم ألف عافية ورح ننهي المحاضرة.